والثالث روحوا تهجن الشحانيه، هجن الشحانيه، هجن الرياسه، هجن الرياسه، ولعت ولعت ولعت، احمر خطر، احمر احمر خطر، مر وعبر بثلاثيه بثلاثيه زيتونيه من خلال هذه الانطلاقات. الله يا الحمر، مر وعبر الحمر، مر وعبر هذه الحمراء، هذه الخطوط الحمراء مع الزيتوني، مع الزيتوني تقدم بن زيتون، بن زيتون تهانينا لهجن الرياسة هذه المؤسسة العملاقة، تهانينا لجماهير وعشاق هذه المؤسسة بثلاثية حمراء بثلاثية مع بن زيتون، تهانينا لهجن الرياسة هذه المؤسسة الحمراء الخطيرة. يتقدم الذهبي، يتقدم على المركز الاول، على الصدارة الاولى، على المقدمة الاولى. ايضا رعاب غير الصدارة لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود ابناء المملكة. الله الله يا المملكة، الله يا الاخضر، الله يا الاخضر. هناك خالد بن عبد الله بن طالب من شريم المري، عادت هجن الشحانية مرة اخرى مع المعنى، وايضا الذهبي سالم بن فاران، ولكن رعاب 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 على الصدارة، رعاب على المركز الأول، يتقدم لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. تهانينا للمملكة العربية السعودية، وسلام سلام مشكور. خالد بن عبد الله بن طالب بشريم المري المركز الثاني، وصل المعنى هجن الشحانية المركز الثالث، نقيان هجن الشحانية رابعا. بمختلف المضمرين، بمختلف المضمرين، مع جار الله بن عقيل، مع الذهبي ومع راعي ومجابر بن سالم، الشبل الشبل، نوايا 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 على الصدارة، نوايا نوايا على المقدمة، نواياها نواياها الفوز، نواياها الانتصار، مسرة قادمة مع الذهبي سالم بن فاران، ولكن النوايا نوايا نوايا. سلام هجن الشحانية، سلام وسلامي وسلامي لجابر بن سالم بن فاران، الشبل 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 من ذاك الأسد. المركز الثاني مسر الهجن الشحانية، المركز الثالث نوايا الهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية، محمد بن خالد العطية يتقدم مع تاجر وهملول وتاجر، تاجر هجن الشحانية، تاجر من هجن الشحانية، يعلن الفوز، يعلن الناموس، التحدي التحدي بالمقدمة، تاجر من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، يقوده الحوت، يقوده الحوت في عملية التضمير وينفرد انفراد كامل وانفراد كلي. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا على هذا الفوز، على فوز تاجر بالمركز الأول، تهانينا محمد بن خالد العطية على ما يقدم تاجر في هذا الاندفاع، يعلن الفوز والناموس في هذا الشوط بجدار المركز الثاني هملول من هجن الرياس المركز الثالث. يا جماعة يا مشاهدين، هنا ما بين البرنس وما بين المجازفة، ما بين الحمر وما بين العنابية، ما بين الإبداع الاسمين، لكن الشاهنية، الشاهنية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري. هكذا الحمر، هكذا الخطر، هكذا المجازفة، هكذا بن زيتون، هكذا النقطة الثانية من نصيب هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يحقق الفوز مع الشاهنية. سلام الأحمر الأخطر على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شظية من هجن الشحانية، ثالثا وصلت فيه من حاف من هجن الشحانية.
مقدمة للغارية، ولكن العين القادمة ليش مشاهد بن محمد بن زايد آل نهيان مع عوض بن مبارك المهيري، والمجازف قادم مع الشاهينية وهملولة مع ظافر، يا هي معركة، ولكن قلت لكم عيني على العين على المركز الأول. الشاهينية قادمة، الشاهينية من هجن رياسة مع المجازف وعوض بن مبارك المهيري في مقدمة هذا الشوط، يقدم العين لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ولكن الشاهينية المجازف والعين والشاهينية لحضرتك الأخيرة، العين تهانينا والناموس لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وإلى المضمر عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. انطلاقات شاهين من هجن الرياسة على المركز الأول والثاني مع محمد بن عتيج بن زيتون، شاهين في المركز الثالث أيضا من هجن الرياسة مع حارب بن مغير العميمي في الأمتار الأخيرة، التحديات الأخيرة، الأداء الجميل، عودي إلى المركز الأول، عودي إلى شاهين اللي انطلق بالمقدمة، اللي انطلق بالمركز الأول، قاد مسار الشوط، يحقق هذا الفوز، يحقق هذا الانتصار بالشعار الأحمر ومع المجازف بن زيتون. من يأتي بهذه الانطلاقة والاستعداد الباين للمساء عندك يا بن زيتون؟ المركز الأول والثاني والنقطة الثالثة، المركز الرابع الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. راحت العين، انطلقت العين، يرت الشوط، ما شاء الله تبارك الله. النقطة الثانية لهذا الشعار، تنطلق العين لتأتي بناموس هذا الشوط بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. تهانينا لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري. والنقطة الثانية لهذا الشعار، سلام يا العين، سلام بهذا الأداء المتميز والعرض المثير اللي قدمته باللحظات الأخيرة. المركز الثاني جاءت أيضا يجب الزيتون المهيري بتضميره. الله الله، التحديات الأخيرة، مجمل وشاهين، شاهين ومجمل، السلوم، الله، هنا اللحظات الأخيرة والتحديات الأخيرة بين شاهين وبين مجمل وشاهين. الله، هجن الرئاسة، هجن الشحانية، اللحظات الأخيرة، هنا لمن الفوز، لمن الناموس. الله، هنا التسللات الأخيرة مجمل، شاهين مجمل، الله الله، هنا التحديات الأخيرة، ولكن شاهين يتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى النقطة الرابعة لهجن الرئاسة، وإلى المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير مجمل في المركز الثاني، هجن الشحانية المركز الثالث، هنا الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد. وسالم بن سعيد بن عمان المهيري، وصلت ايضا هنا زعفرانه من هجن الشحانيه محمد بن خالد العطيه، اندفعت الشحانيه في المركز الثالث من هجن الرياسه والتضمير مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الله 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 الله، يا هذا الشوط، يا هذا الصراع، لكن الشاهنية طارت إلى المركز الأول من هجن الرياسة بتضمير. ما هناك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بن زيتون مع الحمر والحمر الذي لا يقهر. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والثاني لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والنقطة الخامسة، المركز الثاني شاهنية من هجن الرياسة، ثالثا حمير
الجري، ولكن الصدارة الصدارة والمقدمة والمركز الأول الشاهينية على الصدارة على المقدمة. هجن الرئاسة هنا مع حارب بن مغير العميمي بالتضمير من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بصدورة هذا الشوط مندفعة بالمقدمة وبالصدارة معلنها الفوز والناموس، معلنها النقطة السادسة لهجن الرئاسة في هذا الصباح المميز الجميل. ها هي مشاهدينا الكرام، إذا الشاهينية هجن الرئاسة تعلن الفوز والناموس. تهانينا تهانينا لأبو سلطان حارب بن مغير العميمي، ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني وصلت نصيبه اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن رهيب السعيد مكتوم المركز الثالث الدفنة. هجن الشحرية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري ير الشوط في اللحظات الأخيرة، ينطلق أشعب بناموس هذا الشوط ليأتي بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز في اللحظات الأخيرة. باعد المسافة باعد المسافة بالشعار هجن الشحرية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. من يتابع من يتابع تابع أشعب. النقطة الثالثة لهجن الشحانية في هذا الصباح، تهانينا تهانينا للذهبي سالم بن فاران المري ولحظات وصول أشعب إلى خط النهاية. المركز الثاني مشهور لهجن المرقاب، المركز الثالث أوامر أداة تلقائي المجازف المجازف بن زيتون المجازف بو سعيد. يتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم هذه الانطلاقة. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمركز الأبحاث هناك بالعين على هذا الفوز الذي تقدمه الشاهينية لهجن الرئاسة والعصاف الأبطان. تهانينا على هذا الأداء المتميز. أيضا العام الماضي هذا الشوط كان مع هجن الرئاسة، يتقدم هناك ايضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس لحظات الوصول مع المركز الاول لحظات وصول الشاهينية. تهانينا والناموس على هذا الاداء المتميز ولحظات وصوله الى خط النهاية. والعصف الابطال المركز الثاني الشاهينية، هجن العاصفة المركز الثالث. هناك في هذه الانطلاقات في هذا الاندفاع مع المركز الاول منصف منصف هجن انتاج ام الزبار، يتقدم بالمركز الاول محمد بن بخيت بن برقان. ولكن هناك وصل في هذه اللحظات الطيار لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي المتمرس، ياتي بالتضمير ولكن خلاص خلاص هذا منصف يعلن الفوز يعلن الفوز. انتاج هجن ام الزبار ينطلق بالمقدمة، محمد بن بخيت بن برقان يعلن الفوز والناموس مع هذا الشوط. المركز الثاني ياتي انتاج هجن ام الزبار ايضا على المركز الثاني والمركز الثالث. هذا هو الطيار لسمو الشيخ راشد. وانتاج مركز الابحاث بمدينه العين هناك ثابت، لكن هنا يتلاعب بالاعصاب المجازف محمد بن عتيد بن زيتون المهيني. وند الشباب قادم بانتاجه، لكن مركز الابحاث ثابت ثابت في مدينه العين، لكن في المرموم في المرموم في الانتاج يوم اللقاية يا المجازف تلاعبت بالاعصاب تلاعب بالاعصاب. سلامي عليك يا ابو سعيد وسلامي على مركز الابحاث بمدينه العين والقائمين لهم بعد كذلك. نهنيهم على هذا الانتاج المتميز لهجن الرئاسه. المركز الثاني خزام الهجن انتاج ام الزبار، العاصفه على المركز الثالث. في تضميره
من ينطلق على الصدارة على المقدمة. مارد يأتينا على المركز الثاني، مارد لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع مختار بن أحمد في تضميره. الله الله، التحديات الأخيرة هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل. يا سلام، هنا والتحدي الأخير، هنا والتغيير في هذه اللحظات من مارد، من غير على الصدارة. مارد على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. إذن مارد من يعلن الفوز، يعلن ناموس. تهانينا تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والتهنئة للشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد الداء هنا المتابع لهذا الشعار. تهانينا لمختار بن أحمد، بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام. مرحبا باسم البلاد وشبه المخلص وميره، مرحبا ترحيبة الغايب يلمن شاف داره في بلاد.